عندما قام بجولات مفاجئة على المدارس فوجئ مثلا ان درس زي ثورة العصافير على ثالثة ابتدائي لسه بيدرس وجاي في الامتحان، ودرس تاني في ستة ابتدائي اسمه اهلا وسهلا. دروس في اللغة العربية لكنها بتحض على العنف وبتحض على افعال عنيفة، يعني ما نتصورش ابدا ان عصافير بتحرق. الدرس كان بيقول ان في العصافير اجتمعت وبتحرق الفيل، فالحرق نفسه يعني فعل الحرق نفسه ما يعني تربويا ما ينفعش يدرس لطلبة في ابتدائي. ايضا تم حذف جزء بسيط من قصة عقبة بن نافع لان هذه الاجزاء بيتم ترجمتها في الخارج وبتصور للناس ان الاسلام ظهر بحد السيف وانتشر بحد السيف، ودي فكرة خاطئة طبعا. ليه اتحذف صلاح الدين من بعض الكتب؟ ليه اتحذف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قتل بني قريظة؟ وهو دي موجودة في القرآن، هنغيرها ازاي؟ يعني لما واحد يلاقي كده، ده كله بيعطي الانطباع بان هناك حرب ضد الاسلام. ده مجرد حشو يدخل فيه خيال الكاتب، انما الاحداث التاريخية بتفضل زي ما هي، الاحداث الموثقة بتفضل موثقة، لان انت مهما شلتي مش هتشيلي جزء من التاريخ. يعني لو الحادثة دي موثقة وفي ليها سند معروف علمي مش ممكن حد يشيلها. هل احنا ما عندناش ادب في مصر؟ احنا عندنا نجيب محفوظ، لماذا لا تقرر على الطلبة روايات نجيب محفوظ؟ عندنا يوسف ادريس، عندنا مئات المبدعين، وعندنا مبدعين معاصرين زي ابراهيم عبد المجيد، زي غيره. ليه الوزاره ما تجيبش زي ما بيحصل في العالم كله قصه محترمه، روايه حديثه تتعامل مع ما يواجهه الطالب اليوم؟ ايه اللي يخليني النماذج بتاعتي هو بطل بيحرق ويقتل وينتقم ويعذب خصمه او المخالف له في الراي؟ تتكون لجنة على أعلى مستوى لإعادة صياغة المناهج التعليمية.